الجيش مستمرة منذ عدة أيام، حصيلتها حتى اليوم بلغت 177 قتيلا. تتحدث الأنباء عن اتساع نطاق المواجهات في المحافظة، حيث نقلت تقارير عن مصادر قبلية امتداد القتال بين الجانبين إلى مدينة موديا القريبة من مدينة لاودر شمال المحافظة. في هذه الأثناء أفادت مصادر عسكرية يمنية أن الرئيس عبد رب منصور هادي أمر بإرسال قوات مكافحة الإرهاب وقوات خاصة بصورة عاجلة لطرد مسلحي القاعدة وأنصار الشريعة من المدن التي يتواجدون فيها بمحافظة أبيان جنوبي البلاد. موقف يتحسن الآن والمواجهات مستمرة والتعزيزات أيضا من القوات المسلحة بحسب الموقف الناشئ. إذا كان هناك استخدام طيران أو استخدام أي قوات قوات تعزيز تستمر، لكن الآن هناك القوات المسلحة لازالت مسيطرة وتتواجه مع هؤلاء الإرهابيين، وكذلك تعزيزات من المواطنين من سكان لودر. المتحدث باسم اللجنة العسكرية أقر بسقوط أعداد من القتلى في صفوف قوات الجيش، إلا أنه أكد أن الخسائر البشرية في صفوف مقاتلي القاعدة أكثر بكثير خلال المعارك العنيفة المستمرة اليوم الثالث على التوالي في محيط مدينة لاودر بمحافظة أبيان. هذا فيما تشير الأنباء إلى توافد مئات المسلحين من السكان المحليين لمقاتلة أنصار الشريعة في أبيان، مما يعني أن الأيام القليلة القادمة ربما تكون حاسمة في المواجهة مع العناصر المتشددة في هذه المحافظة. في ذكرى الحرب الأهلية.